السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من الدخيل الإسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة صاروخ الطب والتجارة. ما شاء الله، صاروخ الطب والتجارة. الموضوع باختصار لكي لا أطيل على حضراتكم، أن هناك مريض يدعى محمد مرسي محمد السيد، مش كده؟ تمام؟ محمد مرسي محمد السيد. بصراحة الراجل ده شاب صغير في مقتبل العمر، جايب لي مجموعة تحليلات. طبعا أنا شفت الموضوع، الموضوع عبارة عن كارثة ومأساة، كارثة ومأساة. بيتم التجارة بآلام البشر، بيتم التجارة بمرض البشر. ليه؟ هنتكلم بالأسانيد. المريض بيعاني من بعض المشاكل، من بعض الأعراض، فمن الطبيعي والمنطقي أن يذهب إلى طبيب. فاختار أن يذهب إلى طبيب عن طريق السوشيال ميديا، تمام؟ فذهب إلى طبيب يدعى جودة محمد عواد. جودة محمد عواد أهو، تمام؟ وادي الروشتة بتاعته أهي. فالطبيب طبيعي طلب شوية تحاليل، حلو قوي زي الفل، طلب تحاليل. فيوم يوديه فين؟ معمل الجودة، معمل نفس الطبيب. طلب منه التحاليل وراح بيها للطبيب، لمعمل الطبيب اهو، ادي المعمل بتاع الطبيب. حلو، علشان ايه؟ زيتنا يبقى في دقيقنا، ويبقى فرح جنب طهور، كلها مصالح، مفيش مشاكل. طب نتيجة التحاليل الطبية ايه؟ اهي نتيجة التحاليل الطبية، تمام؟ صح. الراجل عنده اتش فايلوري، ده معمل تاني، تحاليل معمل تاني، تحليل الدكتور هنا. اما انا رحت له بالتحليل. طب يعني انت كنت رايح له؟ انا اصلا رايح له بالتحاليل دي، رايح له بالتحاليل دي، يعني اتاخرت عن الميعاد، محدش عامل التحليل اللي عنده اللي هي قبل الكشف. فرحت له بالتحليل القديم، فهو قال لك لا اعمل لي تحاليل تاني. لا، هو التحليل التانيه دي كانت بعديها بشهر. تحليل بقى ايه؟ شوف بقى ايه العلاج عمل ايه بالظبط. فكانت التحليل دي قبل ما اخش له في الاستشاره. في الاستشاره، يعني هو طلب تحاليل من المعمل بتاعه بالظبط. طيب حلو، اللي هي دي، اللي هي دي بس، اللي هي دي معمل الجودة، دكتور جودة محمد عواد، انسايكلوبيديا، رجل مؤسسة، حلو قوي زي الفل زي الفل. طيب عملنا المصلحة، عملنا السبوبة، حللنا في المعمل بتاعي، لازم تحلل في المعمل بتاعي حتى لو جايب تحليل من اي حته تانية. طيب نيجي بقى لاول شق خزعبلي، شويه اعشاب وشويه نظام، ماشي برضو، مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله. نيجي بقى للكارثه الموثقه، الكارثه الموثقه. بصوا بقى كده كاتب ايه، رقم واحد دايجستين، حلو، بعد كده سيليمارين، حلو، بعد كده يوروسولفين، حلو، بعد كده هوستا كورتين، حلو قوي. بعد كده كاتب ايه بقى؟ كاتب حقنة مكونة من اربع مكونات، سيفوتاكس 500، حلو، معاها ديكساميسازون
هو اساسا بياخد هوستا كورتين كورتيزون اهو، مكرر كورتيزون انجكشن تاني معاهم الاولفين، الاولفين اهو، واخر حاجه الديبوفيت حقن اهي، ديبوفيت حقن. وكاتب ايه؟ كاتب حقنه واحده يوم بعد يوم، حقنه واحده يوم بعد يوم، ويكرر الحقنه يوم بعد يوم دي لمده ايه؟ شهر، يعني حقنه واحده يوم بعد يوم لمده شهر، ويرجع يكرر الكورس ده تاني بعد 6 شهور اهو. قال لي الحقنه تاخدها كل 4 ايام اهو، وعالجي منها مضاد الحيوي اهو، يكرر العلاج بعد 6 شهور. طيب نيجي نتكلم بالعلم. شاب في السن ده بالوزن ده، هل جرعته من المضاد الحيوي 500 يوم بعد يوم، 500 يوم بعد يوم، ويمشي على الكرسي ده لمدة شهر ويكرره كمان 6 شهور؟ طب ما ال 500 دي غير مناسبة ليه، مش جرعته، وبناء عليه هتعمل ريزيستنس، هتعمل مقاومة، وده اللي حصل له. حس في بداية الكورس ان هو خف، بعد كده كل الأعراض رجعت له بزيادة، بالإضافة للكورتيزون اللي موجود اللي هو بيخفض المناعة أهو أهو. آدي الروشيتة اهي، خدوها سكرين شوت أهو. وأنا بستنجد بأساتذة كليات الطب أهو، دليل ووثيقة أهي حقيقية، حقنة سيفوتاكس يوم بعد يوم مع ديكساميثازون مع أولفين مع ديبوفي. طب الأربع مكونات دول مع بعض لما يتخلطوا مع بعض، مش ممكن يحدث عنهم أو ينجم عنهم مركب لا نعرف ما أضراره على الجسم؟ أنا حصل لي أعراض جانبية من حب شباب شاية زيادة. حب شباب وأعراض كتيرة حصلت على الشخص نفسه. وشي زي رد شوية وكان لونه وردي. وش وردي بفعل الكورتيزون، ووزنه زاد بفعل الكورتيزون، لان هو بياخد ديكساميثازون مع هوستاكورتين اهو. ادي الديكساميثازون اهو، والهوستاكورتين ادي الهوستاكورتين، وادي الديكساميثازون. لكن هو قلل مني الاعراض اللي انا ايه كنت بشتكي منها. ما طبيعي الكورتيزون انتي انفلاماتوري، طبيعي الكورتيزون له اثار سلبيه وله اثار ايجابيه، لكن اثاره السلبيه اشد. انا لما وقفته مره واحده بقى بتتبحث اعراض بقى اللي هي ايه التوقيف مره واحده. طبعا، لان الكورتيزون لا يجب ان يقف الكورتيزون مره واحده، يجب ان يدرج، والا يحدث اثار سلبيه في منتهى الخطوره. ده غير الريزيستنس اللي بيعمله الانتيبيوتيك اهو. انا والله الروشته دي وقسما بالله انا شفتها اتفزعت، انا شفت الروشتة دي والقنبلة الذرية دي انا شفتها اتفزعت فعلا. صاروخ الطب والتجارة. كنت باخد معاهم سم نحل، وسم نحل شغال برضو. كنت باخد كل يوم 5 شرط. انا عايز اعرف حتة سم النحل دي، معلش معلش، ومدى اجازتها من وزارة الصحة. انا عايز اعرف سم النحل ده ومدى اجازته من وزارة الصحة. الراجل بياخد سم نحل، سم النحل ده مادة بتفرزها النحلة للدفاع عن نفسها ضد أعدائها، فمن الوارد أن يكون الشخص لديه حساسية من سم النحل، ممكن يحصل له أنافيلاكتيك تشوك، ممكن يموت في الحال، ممكن جسمه يورم، ممكن صدره يتقفل. أنا نفسي أفهم يا عم الحاج جودة، يا عم الحاج جودة، يابا الحاج جودة، هو الطب فيه الكلام ده؟ يابا الحاج جودة، الطب فيه الكلام ده يابا الحاج جودة؟ معمل تحاليل وعيادة، الله يسهل لك والله يبارك لك، اللهم لا اعتراض على رزقه. لكن الطب فيه سيفوتاكس 500 يوم بعد يوم لمدة شهر؟
جرعة الانتيبيوتيك لازم تكون adjusted والمدة معروفة، وخلط الكورتيزون، خلط الأربع حاجات دول، أنه طب اللي قال كده ممكن يحصل ترسيب، ممكن يحصل آثار جانبية رهيبة. والمريض أهو اعتبرنا أنا مش موجود، أنا شفاف، أنا فراغ، المريض أهو جايب المرض تاني أهو. لا تعتقد أنك شفاف أو لابس طاقية لخفة، النصايب اللي أنت بتعملها، وخلي بالك ده مش رقم واحد، ده يعتبر مش هقول لك رقم كام، والأرقام موجودة والروشتات موجودة. يابا الحاج جودة راجع الطب، راجع ربنا، اتجي ربنا في الشباب الصغير ده، وبلاش التجارة اللي انت عاملها دي، كل دي تجارة ايه؟ ما بتشبعش. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي جودة. لا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.